طيب، إذن في نهاية هذه الحلقة أنا علي الشمري أقول بأن حقيقة الدولة الإيرانية بأنها دولة برجماتية، نعم، دينية، نعم، شيعية، تستغل المذهب من أجل أفكار برجماتية ومصالح، تتعامل بعقليات البازار، ومن الممكن أن تتخلى عن أتباعها بسهولة ومرونة إذا كانت هناك صفقة أفضل من ذلك. نعم، أنا أقول هذا الكلام. أستاذ علي الشمري المحلل السياسي، أشكرك بشدة على التجميع في هذه الحلقة، وأشكرك على كل هذه الإفادات. شكرا كرام، جئنا إلى نهاية الحقيقة اليوم، فإلى حقيقة أخرى الأسبوع القادم. أنا عمرو ملكي، يحييكم، دمتم في أمان الله.